with you, Ms. Shaima Munir. Welcome everyone. مكملين مع بعض كورس التأسيس اللي اتفقنا عليه. الفيديو اللي فات شرحنا parts of speech، خدنا فيه الadjective والadverb وpreposition. تقدروا ترجعوا للفيديو وتتفرجوا عليه. النهاردة احنا برضو مكملين مع بعض parts of speech، بس هناخد فيه الconjunction والinterjection والarticle. تعالوا نتعرف مع بعض على أول حاجة معايا وهو الconjunction. يعني ايه conjunction؟ وهو حرف العطف. conjunction يعني حرف عطف. طب معناه ايه؟ هي كلمة تصل بين كلمة وكلمة أو جملة وجملة. يعني كلمة كده أنا بحطها في النص عشان أوصل بين كلمة وكلمة وجملة وجملة. مش فاهمين برضو؟ طب تعالوا مع بعض مثال هيقدر يفهمنا أكتر. let's start. يعني زي ما أقول هنا مثلا أحمد and Amira visited us yesterday. and دي هي حرف العطف اللي أنا بتكلم عليه. أحمد وأميرة زارونا أمس. أحمد and Amira. تاني حاجة معايا النهاردة وهو الinterjection. يعني interjection يعني هو حرف التعجب. يعني إيه برضو؟ تعال نشوف مع بعض معناه إيه. هو عبارة عن صيحات أو أصوات تعبر عن التعجب. يعني إيه؟ برضو احنا مش فاهمين. طب برضو تعال نشوف مع بعض مثال هنفهم عنه اكتر. ركزوا معايا كده في نبرة صوتي انا بقولها ازاي وانتوا هتفهموا انا اقصد ايه. let's start. what an amazing day. what an amazing day. يا له من يوم جميل. شايفين انا قلتها ازاي؟ what an amazing day. يا له يوم جميل. عرفت انا اقصد ايه؟ هو ده التعجب اللي انا اقصد عليه. اخر حاجة معايا النهاردة وهو الارتيكل اداة. هنستخدم a or an. ايه عشان بستخدمها؟ هي بتيجي قبل الاسم النكرة ولازم يكون قبليه حرف ساكن. لازم يكون الحرف ده بيبتدي بحرف، الكلمة دي بتبتدي بحرف ساكن. زي ايه؟ تعال نشوف مع بعض مثال. يعني لما اقول مثلا this is a book. شايفين الاي حطتها فين وحطتها امتى؟ حطتها قبل البوك لان البي هنا ده حرف ساكن مش متحرك، علشان كده انا حطيت a. this is a book. اوكي. طيب الان بقى حكايتها ايه؟ هي برضو بتيجي قبل اسم النكرة بس لازم يكون قبليه حرف متحرك، لازم يكون جاي بعديها حرف متحرك. يعني ايه؟ لما اقول مثلا this is an ice cream. الاي هنا ده حرف متحرك vowels letters، عشان كده حطينا an. ده كان الجزء بتاعنا النهاردة part of speech. كان معاكم شيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye.